والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في سورة الرعد: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، إلى آخر الآيات. الآيات زي ما ذكر الأخ من قبل، أنا سمعت طرف من كلامه برد على الصوفية، والآيات دي يا جماعة من سورة الرعد. ونعلم من يتكلم عن طائفة من الناس وجماعة من الناس، في بعض الناس بيعترضوا، عشان كده بقينا في أغلب الكلام دائما بنأصل للناس أول شيء إنه الغيبة حرام، الكلام في الناس حرام، لكن الكلام في الناس أحيانا مشروع شرعه الله تعالى، وذلك من أجل التحذير. يعني أنت عشان تحذر وتنصح أحيانا بتتكلم في بعض الناس، دار تشتري عيش بتقول المطعم ده عيش ودقيق وكثير وما نافع، ونمشي للعيش المطعم ده كويس، أو المخبز عفوا، دار تشتري زبير بتقول للناس، واحد جاي نصحك قال لك يا أخي استنصحك قال لك أنا دار لي زبير، بتقول المحل دي زبيرات ما أصلية، والمحل دي زبيرات أصلية، والمكانيكي ده شغله ما نظيف ما تمشوا له، مختار ده مختار المكانيكي ده ما تمشوا له شغله ما نافع، لكن عمر ده شغله نظيف أمشوا له. في الطماطم يقول لك ده طماطم بايتة وزي الصلصة وده كويسة. الناس بتستخدم الأشياء دي في أمور دنيوية، لو واحد جاء يتقدم لبيت ما بده طوالي، يقول لك عندنا شورة وأسبوع امشوا يسألوا منه. انت لو جو سألوك قالوك يا أخ فلان ده تقدم للبيت الفلانية، انت رأيك شنو؟ البيت دي مؤدبة ومحترمة وبيت ظاهرا وباطنا نحسب على خير وكذا وكذا، وبيت مالية مركزة وفلان ده تقدم ليها، وانت عارف فلان ده مجرم دول كذاب وفي السوق بتاع لخبطة وفي الفريق ساوي غلبة وبالليل بيطفر البيوت وبتاع مشاكل، بتقول النصيحة ولا بتكذب؟ مش بتقول النصيحة، تقول لهم ده ما تزوجوه. ليه ما نزوجوه؟ لأنه زول كعب. انت ليه قلت كعب؟ ما كان ما تتكلم فيه، ما ده ما زول كلام ما في الناس ما حرام، ليه تتكلم فيه؟ لأنه هنا من باب النصح، يعني انت هنا بتتكلم من باب النصح. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من رواية فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، خطبني معاوية وأبو الجهم، قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له. يعني هو صحابي ما أدب تمام وأي شيء،
صعلوك ما بتاعتنا نحن، لكن صعلوك يعني فقير. أنا قال لها بس فقير، لكن هو زول مؤدب وصحابي جليل وتمام، لكن فقير. والمرة ما داير الزول اللي ما عنده شنو قروش، ما دايره. وأما أبو الجهم فضراب للنساء، قال لها أبو الجهم بيضرب النساء، والمرة ما دايره زول شنو يضربها برضه. في رواية لا يضع العصا عن عاتقي، يعني يسافر كثيرا. والمرة برضه ما داير الراجل شنو اللي بيسافر كثير، إذا تزوجها تمشي تغيب 10 شهور و13 شهر وماشي، تزوجها أسبوع يعني مش الصحابة عام، يعني تزوجها أسبوع وتمشي تخترب 2 سنين وتقول لها بس آخر سنة وبي بعد 3 سنة وزوجت عليك أسبوع خليت، ده كله المرة شنو يا جماعة ماذا يروا؟ قال أنكحي أسامة بن زيد، قالت لا أريده، ثم عادت فتزوجته فحصل بينهما خيرا خير فحصل بينهما خير. ولذلك خير فاعل، مسكين انت ما فاهم اي شيء، وانت مفعول براك ذاته، مفعول لانك ما فاهم ذاته، اقف على حيلك شد حيلك، هذا موضوع طويل. ولذلك نحن يا جماعه بدينا بالكلام ده لشنو؟ لانه الغيبه احيانا بتجوز للمصلحه مشروعه ولا ما مشروعه؟ مشروع على المصلحة، تحذر يعني أسي زيداء تحذر منه، تعمل حسابك انت أسي واقف جنبه، تعمل حسابك جيبك تهبشه كويس، تعمل حسابك تشوف الحاصل. انت قال نحن جايين من وين؟ جايين انت قال لنا جايين من اوروبا، انا سايق لنا توك توك، انا يدي دي أسي اوسخ من يدك، ممكن اجي ادخلها في محل بين عيونك ونخرتك. ولذلك في نهاية المطاف نحن جينا نبصر الناس. فنحن يا جماعة ماذا نشتت الكلام عشان الناس تستفيد؟ يبقى الغيبة أحيانا بتجوز للمصلحة، فهمتوا المسألة وذكرنا الدليل. بل زول ميت مش ميت تذكر محاسن الموتى، مش كذب تذكر محاسنه وكذا، لو ميت وبسكر وبصلي ما تمشي تنبذه لأنه مات، تقول الزول ده كان بسكر، قول كان بيصلي لأنه سكر ودلي نفسه. لكن لو ميت وخلى وراه كتب والكتب دي نشر فيها ضلال والناس بتتبع الضلال ده، تخليهن ولا تبين الحق من الباطل؟ حتى لو ميت، الدليل شنو؟ الدليل في صحيح البخاري ومسلم من رواية أنس رضي الله عنه قال مرت جنازة بالنبي صلى الله عليه وسلم، جنازة شايلنا، فأثنى عليها الصحابة خيرا، قالوا صاحب الجنازة ده زول كويس. ثم مرت جنازة أخرى فأثنى عليها الصحابة شرا، في الأولى قال وجبت وفي الثانية قال وجبت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت يا رسول الله؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا وجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار. ما قال لهم دي جنازة وزول ميت وانتوا تكلمتوا فيه وما بجوز لكم، قال لهم الثانية أثنيتم عليها شرا. جنازة ده زول حي ولا ميت يا جماعة؟ مش ميت، جزاكم الله خير انتم مركزين. قال أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. في رواية ذكرها الألباني والملائكة شهداء الله في السماء، انتهى الحديث. فلينا بنتكلم بحق، ما بزول السي جماشي بيجاي في الشارع ساي اتكلمنا فيه، هسي ده هبشنا ليه؟ لانه هبشنا. هسي في ناس بيحضروا الحلقات دي يقول لك انتوا ليه كلامكم شديد كذي؟ ما نحن شديد ده بندي للزول الكلام شديد، بالراحه بندي للزول كلامه شنو؟ اصلا الانسان ده كذي، انسان ده من راسه برا الطاقيه من راسه، ليه؟ كراعه دي فيه خير وفيه شر، انت قدمت له خير بيشتغل معاك الوينديز بتاع شنو؟ الخير. قدمت شر بعد ده تشيد حيلك، خاصة في السودان لأن السودانيين مسخنين ولا هم مسخنين؟ واحد قال السودانيين زي البارد، قال زي البيبسي، تشرب براحة بتتكيف، تخجه بفور معاك طوال، مش هو فور؟ احنا الزول ده قاعد يخج فينا عشان نفور نمرق برا القزازة، المفروض ما يتضايق. انت ما تخج الشغل عشان انا ما نخج معاك، لأنه الله قال في القرآن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم خليك صابر ابرد زي الناس زي الياخ.
هات في بنات قاعده واقفات تسمع في الدين، انت ما تصبر يا اخي، ابرد شويه كذا برد. انا البلق داس مسخن، اخرنا انا وبخاري، انت برضو هات تسخن لنا هنا نسخن معاك ولا كيف؟ هو الموضوع ده ما طويل. فنحن يا جماعه في نهايه المطاف عشان ما نشتت الكلام، الايات الذكرت دي بتناقش مواضيع كثيره، منها واحد بتناقش موضوع الذريه. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد. في مره بتلد واحد وفي مره بتلد شنو؟ تيمان، صح ولا ما صح؟ الله بيعلم الكلام ده، وهو اللي خلقه، الجنة ده خلقه الله سبحانه وتعالى. الناس اللي قاعدين نرد عليهم ديل، ديل عندهم عقيدة انه الشيخ زي ما الله بدي الجنة الشيخ برضه بديك جنة، شكاية احنا نرد عليهم. الله في القرآن قال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون وأم نحن الخالقون، مش كلام واضح؟ جو جاء البرعي قال كباشي كم أدى ولد، لو قال كم أدى راس قش ما كان مشكلة، أدى موتر كويس جدا، أدى إبرة ما مشكلة، أدى بصل ما مشكلة، ما في مشكلة. لكن مشكلته وين؟ قال كباشي كم أدى ولد، في كل بلد كم حل عقد كباشي، يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر يكل كباشي، من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي. عقيدة زي دي أسألكم بالله، أبو جهل بيعتقدها؟ يا أخي أبو جهل مش كافر؟ أبو لهب مش كافر كبير؟ الله قال عنهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. انت لازم ما عارف البدي الجنة منه؟ تودي المرأة للشيخ تقول لا دي جنة؟ وشوف المرأة محترمة ونظيفة وظريفة وشابة وكذا، يقول لك هاك التراب ده أكشح في مبدة، وخلي المرأة وتمشي انت تكشح التراب، وخلي شنو المرأة الترابة في خشمك، مو جا الترابة في مبدة، الترابة في خشمك انت، تودي لك ودلاك دي بلاوي، نحن جايين نحذر منها، تشيط حيلك في البلد دي، تدعو الله يا الله اديني جنى، بديك ولا ما بديك؟ يا اخي ابراهيم عليه السلام الخليل قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. على الكبر انت قال عمره كم؟ ابن كثير قال لما ولدوا له الولد عمره 84 سنة. نبي ابراهيم عليه السلام، أليت في التشهد بتجيب اسمه، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على منه على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الى اخره. ابراهيم عليه السلام الولد جاو بعد عمره تم 84 سنة، انت تزوجت لك سنتين مقلق مالك؟ ما تصبر شويه؟ 3 سنة والجيران ما بريحوك، اجوا للمراه اهم في حاجه؟ حاجه شنو؟ في شطه وملح نديك ولا تالي دار؟ لا ما بقيتوا 3؟ لا ما بقينا لسه. في شنو؟ والله في فكيبه جاي غايته، قالوا الفكيده خطير جدا، ونحن ما عارفين انه خطير جدا، ما جينا نحذرك منه، عارفين انه احنا خطير جدا، عشان كده قلنا لك احذر الزول. انت اسال الله والله بيديك سبحانه وتعالى، ولو ما اداك مش هو بيعلم اللي بيصلحك؟ اللي بيصلحك يصلحك سبحانه وتعالى، ويعلم الذي يصلحك، ولذلك انت تصبر وتسال الله سبحانه وتعالى. النقطه الثانيه اللي بتناقش الايات دي بتناقش يا جماعه موضوع النفع والضر، اللي بينفع الله واللي بيملك الضر الله سبحانه وتعالى. عشان كذا اياك تعلق حجاب، واياك تعلق تميمه، واياك تعلق كمون. يا جماعه يا احمد ما تهيج الناس، لو جزول كفتنا يا جماعه، انا نتحمل الناس دي كلها عليك الله يعلمهم، بيسمعوا في الدين ومستمخين وداير يستفيدوا، فايتوا بارك الله فيكم ما تسوى اي جوطه والناس ما تنفعل ولا تعمل اي شيء، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. المساله الثانيه يا جماعه من المسائل مسألة النفع والضر أو الضر.
اللي بيملك النفع الله سبحانه وتعالى، واللي بيملك الضر الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينفع وهو الذي يملك الضر سبحانه وتعالى. أشكي رب العزة والجلال قال في الآيات دي: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. عليك الله، ركزوا معي كويس، ركزوا معي جزاكم الله خير. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، يعني الله لو دار بك سوءا تاني ما بزول بيحجزوا عنك. لا تعلق لك في الطفل كمون تقول ده بينفع ومن العين وده بيحفظ، ما في كمون بيحفظ يا جماعة. كمون ده بسووه في الروب بيبقى مشي، بيكون أموره ظابطة، تسويه تسخنه تشربه بيروح لك حاجات كويس جدا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: ده الحبة السوداء تشربه ظريف جدا، لكن تعلقه عشان يحفظك ده وهم ساي. وتشفع السودانيين ديل بدون عين ولا بدو عين ديل ذاته؟ شفعنا ديل، يعني أنا ذاتي سوداني، شفعنا ديل يا شفع برا، يجيبون في الدعايات والإناي مضاف وظراف ويلمعوا. نحن شافعنا تلقاه لابس فنيلة تحت ما في شيء، وبعدين تلقى الريال تكابة وباقي خدرة في رقبته وشايل لما وغايس في الطين جنبه الجريو بجنبه. هسه ده بالدعين؟ الدعين كيف ده بنضارة بالدعين؟ يا معقول يا جماعة؟ ولذلك انت شافعك ده بيحفظه لك الله سبحانه وتعالى جوا بطن امه، ده يا اخي الحفظ منه يا اخي. المرة دي تلقاها 9 شهور شايل الطفل تاكل في الشطة الخضراء والحمراء، والطفل ده شطة ما بتجيه جوا، والله حافظه لك جوا. والمرة تمشي مشاوير طفل قاعد، والمرة تنوم بالليل الطفل صاحي، وهو بالنهار صاحي نايم، وهو أمه صاحي، وهكذا صاحية، وهكذا 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 إلى آخره. فلذلك يا جماعة الناس شنو في نهاية المطاف؟ البينفع الله والبيملك الضر الله سبحانه وتعالى. إياك تعلق لك حجاب، إياك تعلق لك كمون، ولا تقول ده حجاب بتاع سكين، ولا ده بتاع مطوى، ولا ده بتاع. قال الله تعالى في القرآن: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مؤمن ده بيتوكل على الله سبحانه وتعالى، ما يقول لك حجاب بتاع رزق. وهناك كلام زي ده، واحد تلقى بيع في الحجاب بتاعت الرزق وقاعد له في قطية، وتلقى مفلس. أنا ما لقيت واحد بتاع حجبات عنده عمارة، أنت لاقاك؟ كلهم مفلسين وللظهر ما فطروا. عليك الله أسأله، قول له فطرت؟ ولك والله ما ترزقنا لأسي. وطيب ده بيشتغل 200، ده بتاع الرزق ده بيشتغل 200. يا أخي برزقك الله يا أخي. رب العزة والجلال قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وأقسم لك قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. النقطة الثالثة يا جماعة قبل الأخيرة: الدعاء لله وحده لا شريك له. قال: له دعوة الحق، دار تبقى زو الحق ودعوتك دعوة حق، تدعو إلى الله وتدعو الله سبحانه وتعالى، تسأل الله يا أخي. قوم بالليل قول: يا الله أنا مسكين وأنا محتاج وأنا كذا، وديني الله بيديك يا أخي كريم. انت أثني على الله خير، قل: يا متصفا بصفات الكمال، يا منزها عن صفات النقص، يا حي يا قيوم يا كريم يا رب يا رحمن يا رحيم. وانكسر لي الله، قل: ليت السيد وانا العبد، ويت الخالق وانا المخلوق، ويت الكامل وانا الناقص، ويت كذا وانا كذا وكذا وكذا. كسر لي الله، بديك ولا ما بديك يا اخ؟ 300 راجل رجال بحق واجهوا 1000 نفر، سألوا الله، قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة. نزل ملائكة من السماء، جات الصحابي قال لك: بيرفع السيف قبل ما يصل رقبة الكافر بلقاه طارت، لأنه في ملك طير الرقبة، انتهى منا في نهاية المطاف. سألوا الله، نوح عليه السلام بيعمل في السفينة، الجماعة جوا ماشيين بيضحكوا، ده شنو سفينة سواها في الواطة؟ وينو البحر القتو؟ وينو؟ سأل الله 3 كلمات: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني
مغلوب فانتصر. وجاز شوف الأنبياء ذي اللي بيعرفوا يدعوا أني مغلوب، شفت لما تنكسر لله ذا معناه موضوع قضى خلاص. أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تتسأل الله له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه بنادوا غير الله، قال لك لا يستجيبون لهم بشيء. تقول يا فلان الحقنا ما بيستجيب لك، قال إلا عليك الله. شوف الكلام ده واضح كيف، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. الزول يددل لو في بير بير وعملت يدك زي الكورة كده زي الكورة غرفت مش بتشرب بتشرب، لكن لو سويت مسطرة تمسك مويه زي الكورة بتشرب، لكن بسطها كده. إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، طوعا وكرها، بالحسنة ولا بالقوة كله يسجد، وظلالهم بالغدو والآصال. ولذلك تتسأل الله سبحانه وتعالى مش تمرض وتقول يا فلان قومني، وفلان مات أخير إنت الحي وعيان ولا هو مات مرة واحدة، هو مات انترم يا ناس، انترم عديل انترم بيجنبه مات، ترى هذه زول غسلته كفنته شلته في عنقريب دخلته جوا ودى لحد وجبت الطوب رصيته جبت الطين ليسته وما خليت له نفس يجيهوا بيجاه. في ناس برا طبعا بيجيهوك برضو يقول لك في نفس هنا اديه واديه، يجيهوك ما بخلوا لك نفس، هاي تموت في السودان تاني الا القيامه. يمكن برا يجي اسفوك تكون جاتك غيبوبه تقوم، لكن في البلد دي والله الناس شفته وانا في المغابر ديل ديل الله لا وقعك فيهم غايته، ان الله تموت برا في المدينه ولا في مكه ولا ديل بيجيهوك قبر دبوا اسوليك شفته وقاعدين وشغالين وليسوك تمام ويجيبوا التراب يردموك بالواسوق وبالكوريك بعد ردموه وراجد بجنبه ده تاني بقوم الحقنا وفزعنا الحقك تاني يا اخي ما بالحقك يا اخي، وده اللي نجي نفسه قدام. ودي يا جماعه دعوتنا، لا نبزنا زول لا سبينا زول لا قلنا نحن افضل من الناس، الناس دي والله يمكن كلهم يوم القيامه يخشوا الجنه ونخش النار، صح ولا ما صح؟ العلم بيد الله سبحانه وتعالى، لكن قلنا للناس علقوا قلوبكم بالله الكريم يا اخي الرحمن الرحيم، الجأ له واعتمد عليه واجعل عقيدتك صحيحه في الله سبحانه وتعالى. لو كنت رجل ولا امراه ولا شاب ولا كبير الله بيرحمك، ومين الليله حافظ على عقيدتك، ايدع الحجبات كشح التراب لا تسيف تراب، سكر كثير ذاته ما تسيفه بيسوي لك مرض، خليه تراب زف حاجه كويسه بتستفيد منها وكذا، وايضا امرك خلي امرك قدام والجا الى الله.